شوفي كرا مكتف ليه، شوفي اختي تدخلي تشوفي تدخلي. اش مكتفين؟ الا خرج كيقلع كل شيء وضرب كل شيء مسكينه. شوف كرا مكتف. شنو سميت؟ فيصل. فيصل. واه شوف راه طاحت عليه حجره كنشق فاتو. شحال عنده من عام؟ 13. اش كيهضر؟ مزيدك؟ شحال من عام هو على هاد الحالة هادي هكا؟ 6 سنين ولا 7؟ لا شو من بكرة تبكي مسكينة شو؟ خليهم يصوروا وتدخلوها. هو مريض. سيدي حياة دخل حداه. لا عادي. سلمي عليه. لا يعرف. منظرك داير خوك. شو من الصباح ما كرهمهم، قلت لهم غير غير مسكينة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عقلها مسكين شوف. زين مشات للطبيب ولا والو؟ كريبيات. شكون يديك الطبيب صاحبي؟ كريبيات كريبيات. هاكا هاكا اختي هاكا. منكرة. هاكا هاكا. حز اللور نعطيه حتى يجي هنا ونعطيه. وعاين عاين. نشرب. البيت فاش ساكن اختي؟ شفت الحالة خويا؟ قالت ما تبقاش تغسل له يا اختي، جوج نساء قالت ما قدوش يغسلوا له. هذا دوب اللي عليه باش ما يشوف لا طحت عليه الدار ولا ما طحتش عليه الدار والو. هذا 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 الحاجات راه ما كيدوش الماء. طفان باقي شي واحد يموت في الجوع دابا بحال هكا؟ باقي شي واحد؟ والحاجه ما قلت لي خويا كي كتمشي للمخزن تقولي لهم عندي الولد مريض شاريه 100 ما يفلكم خلينا نبديه باش ندي ولدي كيقول لك اللي راه تكذب. جيبي حلي له هات هات لا ما يدرعش هاك هاك اختي ديال انت غادي نشوف الصبر من بعد هضروا كل واحد يشوف الجيران راه الجيران راه الباب كان مبلع عليه هذاك كان عندنا كثر شي 24 كاين عاد دار والو كنت كنحيي النفقه وما ياكلوش انا ما كنحيي هما يعطيو هذه هي اللي قال لي عبد الغني مره طاحت كاين ساكن يجاب معاهم يعرف امو عنقها مسكين هاي يطلع يطلع انت كيف الامو تبكيش اختي ما تبكيش اروح عليك ليكم هذا الولد اللي كتشوفوا فيه راني ما خليت به حتى بلاصه ديتو للرباط ما شدوه ديتو للقميصات ما شدوه ديتو الفاس الفرق السوداء ما شدوه ديتو اللازاري ما شدوه ودابا انا كنطلب منهم ومن الله عندي قطعه ديال 100 ميط يعاونوني باش نبنيها باش ندي ولدي من هاد الحال. فين جات عندك هاد القطعه هادي؟ هاد القطعه عندي في ولاد صالح بهادي هنا جرسي فهمت هادي هي الحاله اللي بان يعني الحايد من هاد الولد. يعني كتطلبي انت من المسؤولين تاع جرسي المدينه؟ هو من المسؤولين ولكن الا تعاونوا معايا راه كلشي كيسلام فهمت. وفوقاش بدات الاعاقه؟ هو مولا عام قل 12 يوم بدات له الاعاقه ديالو ودابا راه عنده 13 عام في عمره ودابا عييت نجري خويا انا كاع البيبان دقيتها وتبلعوا في وجهي ما صبت حل نطلبوا ربي اللي راه يشوف في هاد الحاله وهاد الشيء يشوف محالتنا هاد الشيء اللي نقول لك. دابا اي مستشفى كتدي له ما كيشدوش ما كيبغيوش خويا حتى يقاولوني ونمشي نديه وندير الاوراق ونجري ويرفضوني. علاش زعما ما كيقولكش التصرف؟ واعر في تصرفات واعر إن هو داير له الحركه بزاف معاقدين داير له الحركه ما عطيلوش لا دواء يشربوا ولا لا كانوا عاطينه في الاول غير دروبات ولكن حيدناهم عليه. واش حيتو منهم مراتكم ولا ما طلبوا منكم تحيدوا؟ لا قال لك الطبيب ريدوهم ريدناهم عليه انما كانش تدي منه ما يرقد لا ليل ولا نهار كي شتو هكا في هذه الحاله كيكون ديما ما كيرقد هو بحال اللي ما كيعرفش الليل من النهار ولا ما نعرف هكا فهمت. طلب لهم الله الشفاء غير طلقنا حبيبي ماني عارف صافي.